بكم من جديد نطل على العالم من حولنا. معنا لينا قنوع محللة الأسواق العالمية في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا بك لينا. دعينا نتحدث عن حالة التفاؤل النسبي التي تنتظم الأسواق الآسيوية وحتى بقية الأسواق في العالم، متجاوزة حتى المتحورات الجديدة في فيروس كورونا وحتى البيانات المخيبة للآمال في الوظائف الأمريكية. لماذا برأيك؟ أهلا بك الطيب. بالفعل شهدنا ارتفاعات ملموسة في أسواق الأسهم الآسيوية، طبعا شهد على غير الأسواق الأسهم الأمريكية، حيث شهدنا مؤشر ناسداك حقق ارتفاعات، مؤشر التكنولوجيا ومستويات قياسية. فالظروف الاقتصادية العالمية برأيي ليست كما كانت عليها في الربع الأول والثاني من هذا العام، فيظهر أن التباطؤ الاقتصادي بدأ واضحا بالفعل من خلال البيانات الاقتصادية التي ظهرت مؤخرا أو خلال الأسابيع الماضية. نشاهد في ارتفاع في فيروس متحور دلتا وارتفاع في عدد الإصابات، لكن رغم ذلك لم يحصل إغلاقات اقتصادية كالإغلاقات التي شهدناها في عام 2020. شهدنا بعض الدول الأخرى حول العالم، لكن ماذا يعني التباطؤ الاقتصادي أو البيانات الاقتصادية الضعيفة والتي كانت آخرها طيب بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية التي جاءت مخيبة للتوقعات؟ فبالتالي أنه لن تقوم البنوك المركزية حول العالم بأي تجديد للسياسة النقدية في الوقت الراهن، يعني ربما سوف تستمر بسياستها التحفيزية، وخاصة في الصين. وأيضا البنك المركزي الأوروبي، نحن نترقب قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. نعم جيد طيب. جيد لينا. دعينا ننتقل إلى موضوع آخر فيما يتعلق بالنفط، وأنت تشهدي ربما من النفط للذهب الأصفر، الذهب ارتفاعات لافتة في الذهب، وصلت التذبذبات إلى أعلى مستويات، يعني إلى أين هو ماضي المعدن الأصفر في تقديرك؟ بالنسبة طبعا لأسعار الذهب تحقق ارتفاعات، وتعتبر مستويات 1835 مستويات مهمة جدا، لو تجاوزها وثبات فوقها فنحن على مستويات صاعدة. طبعا يستفيد الذهب من بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية التي جاءت مخيبة للتوقعات ب 235 ألف وظيفة، مقارنة كانت التوقعات بأكثر من 700 ألف وظيفة، وإذا ما قارناها بالأشهر السابقة. حركته في المرحلة القادمة وما الذي يحكمها؟ طبعا الدولار الأمريكي أي مستجدات اقتصادية أو بيانات اقتصادية لا تدل على أي تعافي اقتصادي كبيانات وظائف الأمريكية الغير زراعية وبيانات أخرى، إعادة البطالة، مؤشر مدراء المشتريات الـ ISM، كلها بيانات تعطي، إذا جاءت دون التوقعات تعطي صورة سلبية للدولار الأمريكي. ففي ظل البيانات التي ظهرت يوم الجمعة تأثر الدولار الأمريكي، وكما نتوقع أنه لن يكون هناك أي تقليص لبرنامج شراء الأصول في أكتوبر، سيكون في ديسمبر أو يناير، فيستفيد فالدولار الأمريكي ينخفض. بالمقابل نشاهد أنه الذهب يرتفع، وأيضا نحن نتكلم عن برنامج شراء أصول ب 120 مليار دولار شهريا، يعني برنامج شراء ضخم بالفعل. لن يتم التقليص باتخاذ القرار السريع، فسيكون هناك يعني فعلا أن تتم مراقبة البيانات الاقتصادية بشكل أكبر، وخاصة أنه جيروم باول يستهدف مستويات التوظيف بشكل كامل، وقد كرر ذلك مرارا وعدة مرات، وأنه يتوقع أنه التضخم برأيه أنه سيبقى منخفضا أو يعاود الانخفاض خلال الفترة القادمة، فهذه يعتبر التضخم برأيه مؤقتا. فبالتالي
بما أن هناك سياسات تحفيزية مستمرة ولن يكون أي تقليص لبرنامج شراء الأصول، فهذا سوف يؤثر على الدولار الأمريكي وربما نشهد المزيد من التراجعات على الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة. أشكرك لينا قنوع محللة الأسواق العالمية في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.